طبعا بمناسبة تأسيس الجيش الليبي من قبل الخمس سنوات، اليوم أريد أن أوجه رسالة للضباط الكلية العسكرية وجميع ضباط الجيش الليبي أن يركزوا على نقطة هامة جدا جدا، وهي زرع الوطنية في قلب العسكريين بصفة عامة، حتى في الحياة المدنية. يعني أوصي جميع المعلمين والأساتذة أن يزرعوا الوطنية في قلب تلامذتنا الصغار الذين سيبنوا ليبيا بإذن الله عز وجل في القادم، أن يركزوا على هذا الجيل وبالعسكريين بالذات. يعني هويتنا الليبية ضروري نتمسكوا بهويتنا الليبية، ولعنة لليبيا فقط يقول، ولعنة لله ثم ليبيا.